الكرام، برحب بكم في مستهل هذه الحلقة في من القاهرة، والتي تبدأ معكم من الآن وتستمر قرب منتصف ليل القاهرة. دائما نقدم كل ما هو يشغل بالكم سواء على المستوى الداخلي أو المستوى العربي، لأن النيل للأخبار دائما الأقرب إليكم. نبدأ أولى أخبارنا النهاردة في من القاهرة بالارتقاء بمنظومة الكهرباء في مصر وتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بالإسراع في استكمال خطة الارتقاء بهذه المنظومة، وكذلك بتطوير البنية التحتية. جاءت التوجيهات في إطار خطة الإحلال والتجديد الشاملة اللي بتنتهجها الدولة المصرية لمحطات توليد الكهرباء على مستوى الجمهورية، لما في ذلك من مردود خدمي واستثماري ومستقبلي في قطاع الكهرباء، بما يضمن توفير الطاقة لكافة القطاعات وأيضاً الأجيال القادمة، كذلك دعم جهود الدولة في تحقيق التنمية في أرجاء الجمهورية. وجه السيد الرئيس بأن يتم تنفيذ جميع المشروعات المتعلقة بقطاع الكهرباء وفقا أعلى المعايير الدولية وأحدث ما وصلت إليه التكنولوجيا، فضلا عن المضي قدما في تنفيذ مشروعات الربط الكهربي مع دول الجوار، لاسيما في ضوء ما تحققه من مصالح متبادلة في دفع جهود التنمية وحسن إدارة الطاقة الكهربية لتعظيم الاستفادة منها على مدار العام، سواء بالاستهلاك المحلي أو بالتصدير فيما بين الدول التي تتصل بشبكات الربط. جاء ذلك خلال اجتماع السيد الرئيس السيسي اليوم مع دكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتور محمد معيط وزير المالية. في مستهل الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء، أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء الأربعاء على ضرورة موافاة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بأعداد العاملين الذين سيتم نقلهم إلى العاصمة الإدارية الجديدة بالنسبة لبعض الوزارات الذين لم يسلموا هذه البيانات. أشاد رئيس الوزراء بانخفاض معدلات التضخم بنسبة 8.9% طبقا لما أعلنه جهاز التعبئة العامة والإحصاء اليوم، إذا سجل معدل التضخم السنوي لشهر يونيو 2019 مقابل ذات الشهر من العام السابق. من جانبه أكد الدكتور علي المصلحي وزير التموين والتجارة الداخلية أن السلع الأساسية لن ترتفع أسعارها نظرا لزيادة المعروض عن الطلب، وكذا يوجد لدينا أكبر رصيد استراتيجي من السلع الأساسية سواء من الأرز أو الزيت أو السكر وخلافه. شهد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الأربعاء توقيع مذكرة تعاون بين جهاز تنمية التجارة الداخلية ممثلا عن وزارة التموين وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وشركة الاستثمار العقاري، وذلك لإنشاء سوق نصف جملة للملابس بمدينة العبور باستثمارات تبلغ 300 مليون دولار. أوضح إبراهيم عشماوي رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية أن المشروع سيقام على مساحة 100 فدان ويشمل إقامة 1000 محل لأصحاب محلات الملابس بمساحة 200 متر للمحل الواحد، وسيتم توجيه 80% من المعروض للتصدير و 200% للسوق المحلي. أضاف عشماوي أن الهدف من إنشاء السوق هو جذب عملاء أجانب من الشريحة التي تستهدف شراء كميات غير قليلة من البضائع بدلا من التوجه إلى الصين وتركيا وغيرها من الدول. الأستاذ عيسى مرشد مدير تحرير جريدة الأخبار والمتخصص في شؤون مجلس الوزراء ينضم إلي عبر الهاتف، برحب بحضرتك أستاذ عيسى. أهلا بك وأهلا بالسادة المشاهدين الكرام لقناة النيل. أهلا بك. تفاصيل ما تم الاتفاق عليه بشأن الملابس الجاهزة في مصر وتوفير هذه المنطقة في مدينة العبور للاستثمار سواء من المصريين أو من الأجانب. أنا عايز أقول لحضرتك وللسادة المشاهدين المتابعين لهذه القناة أن الاتفاقية أو مذكرة التعاون اللي تم التوقيع عليها النهاردة بحضور الدكتور مصطفى مدبولي تمثل خطوة مهمة في صناعة الملابس، ودي بتعتبر دور مهم واستراتيجي في عمليات التجارة. المذكرة اللي تم التوقيع عليها دي مذكرة مهمة جدا تؤكد على أهمية إنشاء سوق النصف الجملة، وده بيعتبر دور مهم جدا لجهاز التجارة الداخلية. المشروع زي ما حضرتك أوضحتي بيقام على 100 فدان. أنا شايف أن الهدف من إنشاء هذا السوق زي ما قال المسؤول الخاص اللي هو الدكتور إبراهيم عشماء ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية،
أوضح أن السوق ده هيهدف إلى جذب شريحة مهمة جدا من التجار، ودي هيتعاملوا في كميات كده مهمة جدا، دي هتوفر الكثير من فرص العمل. وأنا شايف أن الحد الأدنى لمثل هذا المشروع هيوفر حوالي 200 ألف فرصة عمل، لأن إنشاء هذا السوق يمثل نوع جديد من أنواع التجارة اللي بتدخل في عالم التنمية وعالم إنشاء مثل هذه الصناعات المتطورة. أنا شايف ده هيجذب مجموعة من العملاء من الدول العربية والدول الإفريقية، ويعتبر منطقة حضارية مهمة جدا، لأن تصميم هذا السوق سيقام على مساحات مهمة، وهيؤدي إلى نوع من أنواع التجارة الجديدة. وزي ما قلت لحضرتك هيبقى عندنا 200 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، ده هيجذب العديد من الصناع والعديد من التجار، ويؤدي إلى منطقة رواد في منطقة العبور. بقول دي خطوة مهمة في إنشاء المناطق الخاصة بالتصنيع لمثل هذه الأمور، تصنيع الملابس، سوق واعد بالنسبة للمنطقة، ويؤدي إلى جذب الكثير من العملاء والتجار لهذا المكان. أشكرك. على جانب اتفضل يا فندم. لا عفوا على المقاطعة، اتفضل يا فندم. لا ده انا عايز اقول لحضرتك النهارده الدكتور مصطفى مدبولي شهد توقيع 8 عقود بنظام الشراكه بين جهاز حمايه التجاره الداخليه وعدد من المستثمرين عشان انشاء مناطق تجاريه ومناطق حضاريه في عدد في حوالي 6 محافظات. الاستثمارات الخاصه بهذا المشروع 23 مليار جنيه، أنا أعتقد يقام في محافظات الدقهلية والشرقية والمنوفية والبحيرة والأقصر والفيوم، واخد جانب من محافظات بحري وجانب من محافظات إبلي، وده بيعتبر نقلة حضارية، إنشاء مناطق تجارية متخصصة في هذه المحافظات. استثمارات 23 مليار جنيه هتوفر 300 ألف فرصة عمل جديدة للشباب. بقول إن شاء الله إحنا معدل البطالة طبقا لأحدث تقارير اللي عرضت على رئيس الوزارة، معدل البطالة انخفض بصورة كبيرة في الفترة الأخيرة من 10.8% إلى 8.1%، وبقول إنشاء مثل هذه المشروعات سيؤدي إلى توفير المزيد من فرص العمل المنتجة للشباب، وبقول بإذن الله هيوفر دخول كبيرة لهم في كل هذه المحافظات، الست محافظات اللي هيشملها هذا الأمر. أشكرك جزيل الشكر الأستاذ عيسى مرشد، مدير تحرير جريدة الأخبار والمتخصص في شؤون مجلس الوزراء. وصل مؤتمر قادة العالم الأفارقة للتعليم العالي فعالياته اليوم الثالث على التوالي بجلسات حوارية بمشاركة العديد من الخبراء الأفارقة في مجال التعليم. تستمر فعاليات المؤتمر 5 أيام تتضمن العديد من الجلسات الحوارية بين الأطراف المعنية للوصول إلى توصيات تحقق الأهداف المطلوبة. جلسات عديدة بموضوعات متنوعة لقادة التعليم العالي الأفارقة قدمت من خلالها أوراق ومقترحات تم مناقشتها، حيث تناولت إحدى الجلسات تعزيز ثقافة السلام ومجابهة الصراعات بكافة مستويات التعليم. التعليم في القارة الإفريقية يعني بدأ الآن يخطو خطوات واضحة اتجاه التطور والرقي، وذلك اعتمادا على المعايير العالمية في الجودة والاعتماد. صراحة يحتاج مؤسسات التعليم عليها وتحتاج إلى عمل ضخم ومجهود وافر حتى تستطيع أن تلحق برقب التعليم في مؤسسات القارة الأوروبية والأمريكية وما إلى ذلك. مهم جدا أن يتم احتضان هذا النشاط من قبل جامعة الأزهر، نتمنى أن نخرج حيثا بتوصيات ونتائج قوية جدا لتعزيز السلام والأمن الدوليين والإقليم والعالم إن شاء الله. وما بين تعزيز التبادل الأكاديمي في نظام جودة التعليم وإدارة بحث البيانات كانت محاور عدد من جلسات أخرى، كما تم استعراض التجربة الألمانية في تلك المجالات. مقررات الجامعات تتوجه إلى توجيه علمي معين يأخذ في الاعتبار الناتج من التعليم، المخرجات التعليم، وليس التعليم بالطريقة القديمة وهو نوع من الحشو الرأس بالمعلومات، ولكن لا تربط بالناتج، الناتج هو الأهم، ماذا المخرجات
المؤتمر حظي بمشاركة عدد من الدول الإفريقية، كما حظي بمشاركة 180 جامعة بتمثيل رفيع المستوى من كل قارات العالم. أطروحات ورؤى عديدة تناولتها جلسات المؤتمر لبلورة استراتيجية جديدة للنهوض بالعملية التعليمية الجامعية وللخروج بنتائج تساهم في حلحلة الواقع التعليمي الإفريقي بما يتناسب مع متطلبات العصر. رمضان المطعني، النيل. في إطار جهودها لمكافحة الفساد، أعلنت هيئة الرقابة الإدارية ضبط عدد من قضايا الفساد، وبعرض جميع المتهمين على النيابة العامة قررت حبسهم لأربعة أيام على ذمة التحقيق. ذكرت الرقابة الإدارية في بيان أنه تم ضبط منتحل صفة مندوب بإحدى الجهات السيادية لتدخله من أجل الاستيلاء على أرض بمليارات الجنيه، وذلك في إطار جهود الهيئة لمكافحة الفساد. وزارة التضامن الاجتماعي أعلنت عن نتائج أنشطة مشروع بيستهدف 1,148,861 أسرة مستفيدة من برنامج تكافل في 10 محافظات بتعد الأعلى خصوبة والأكثر فقر، وهي البحيرة والجيزة والفيوم وبني سويف والمنيا وأسيوط وسوهاج وقنا والأقصر وأسوان. ذكر تقرير الوزارة اللي أعلنته اليوم أن المشروع نفذ خلال النصف الأول من 2019 1,500,000 زيارة لطرق الأبواب من خلال 1,142 مثقفة مجتمعية وتحت إشراف 92 جمعية أهلية شريكة. أسفرت الزيارات عن تحويل 223,000 سيدة لتلقي خدمات تنظيم الأسرة بالمجان بوحدات وزارة الصحة والسكان وعيادات مشروع، بالإضافة إلى تنظيم 2000 ندوة بحضور واعظ دين وأطباء، وحضرها 213,000 رجل وسيدة على مستوى النجوع اللي بيعمل بيها المشروع. محافظة الجيزة وبالتعاون مع جهاز حماية المستهلك والأجهزة الأمنية بدأت في أعمال إزالة التعديات المقامة على ضفتي النيل بقرية الوادي بمحيط المنطقة الاستثمارية بمركز ومدينة الصف اللي بتعيق وصول المراكب والسفن للمشروعات المقامة في المنطقة. أكد محافظ الجيزة أحمد راشد أنه لا تهاون في التعدي على حرم نهر النيل، وأكد ضرورة التنسيق مع مديرية الأمن وأجهزة الري ومركز ومدينة الصف بإزالة كافة التعديات المقامة على ضفاف النهر واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين. لفت إلى أن المخالفين قاموا ببناء عقارات ومباني وأسوار مخالفة، بالإضافة إلى جسور عشوائية بتربط البر الغربي بالبر الشرقي للنهر في تعد واضح على حرم نهر النيل. قام جهاز حماية النيل بتحرير محاضر ضد هذه المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية. برعاية الإمام الأكبر فضيلة الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، نظمت جامعة الأزهر حملة أطلق عليها اسم اطمئن على قلبك، وذلك بمركز الإسلامي لأمراض القلب وجراحاته بجامعة الأزهر للكشف عن الطلاب الأفارقة والوافدين وتقديم الخدمات العلاجية والدوائية اللازمة. بالتزامن مع رئاسة مصر للاتحاد الإفريقي، أطلقت جامعة الأزهر حملة جديدة للكشف على الطلاب الأفارقة والوافدين، جاءت تحت عنوان اطمئن على قلبك. تأتي هذه الحملة متزامنة مع الجهود المبذولة على مستوى الدولة وعلى مستوى جامعة الأزهر مع قارة أفريقيا، متزامنة مع رئاسة مصر للاتحاد الإفريقي، مع الفعاليات التي تقوم بها جامعة الأزهر مع اتحاد الجامعات الإفريقية. بدأ دي لعلاج الطلبة الأفارقة أو الوافدين عامة، يعني للكشف عليهم وتحديد يعني معرفة نسبة إصابة أمراض القلب عندهم ومتابعتهم بعد كده. ومن جانبه أكد دكتور علي الأمين رئيس المركز الإسلامي لأمراض القلب وجراحاته بجامعة الأزهر أن هذه الحملة تستهدف عددا من الطلاب الأفارقة والذين يزيد عددهم عن 10,000 طالب وطالبة بجامعة الأزهر. الأزهر يعني كونها مثلا مؤسسة إسلامية يعني لتواكب الزمن والأجهزة الحديثة في الكشف وفي إجراء العلاج، ويعني من أخطر ويعني أهم العلاج علاج القلب. إجراء الكشف الطبي والفحوصات بيتم إجراء
الإجراءات الورقية والانتهاء من صرف العلاج بإذن الله في أسرع وقت بإذن الله. دائما مصر تضحف القارة الإفريقية بإبداعاتها وإنجازاتها الكبيرة في كل المجالات وفي شتى المجالات، لا سيما هذا المجال الذي وفي هذا العام، وهذه الجهود التي بذلتها مصر برئاسة الاتحاد الأفريقي وبرئاسة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس جامعة الأزهر والإمام الأكبر، قد بذلوا جهدا كبيرا من أجل أن تكون مصر في ريادة القارة الإفريقية. شارك في فعاليات الحملة ممثلون عن 10 دول إفريقية كالسودان ونيجيريا وتشاد والسنغال، والذين قدموا شكرهم العميق للحكومة المصرية ولجامعة الأزهر الشريف. اطمئن على قلبك، حملة جديدة تنطلق من جامعة الأزهر منارة العلم في مصر والعالم، جاءت لتؤكد أن الرعاية الصحية حق أصيل لكل طلاب الجامعة من المصريين عامة ومن الأفارقة خاصة. من مقر المركز الإسلامي لجراحات القلب، عبد الحميد صقر، النيل. ألف وخمسين سنة على إنشاء محافظة القاهرة، والاحتفال بهذه المناسبة كان بالاشتراك مع وزارة الشباب والرياضة ومحافظة القاهرة للعيد القومي للمحافظة بمناسبة مرور هذه الأعوام. شهد الحفل عروض فنية متنوعة شارك فيها عدد كبير من الشباب والفتيات بمركز شباب الجزيرة. نظمت محافظة القاهرة بالاشتراك مع وزارة الشباب والرياضة حفلا فنيا وموسيقيا بمشاركة فرقة الشباب والرياضة للموسيقى، وذلك بمركز شباب الجزيرة بمناسبة العيد القومي لمحافظة القاهرة رقم 50 بعد الألف. الدولة أكدت بآلية ومتسارعة بناء الإنسان والمكان جنبا إلى جنب، حيث أن احنا بنبني الشخصية المصرية. الشخصية المصرية شباب وفتاة ومرأة يحملان وجهان لعملة واحدة، هي بناء الإنسان المصري لكي يكون قادر على العطاء، ولم يتأتى ذلك إلا من خلال تطوير مراكز الشباب. مراكز الشباب تطور بصورة حضرية بصورة متسارعة. أكد الحاضرون على أهمية تفعيل دور الشباب ومشاركتهم في الخطط التنموية والاقتصادية والاطلاع على حجم المشروعات القومية للارتقاء بالعاصمة. الشباب يكون عارف ايه اللي جاي، ان احنا داخلين على مرحلة مش سهلة، مرحلة بناء، زي ما احنا دلوقتي في مرحلة بناء ومن 6 سنين واحنا في مرحلة بناء. لازم الشباب يكون واعي للي بيحصل، وان احنا بنبني بلد من اول وجديد بعد انهيار في فترة معينة. انا اسمي كنزي، عندي 12 سنة. احنا النهاردة جايين نشارك في حفل الباليه. انا اسمي شهد صلاح، عندي 14 سنة. جايين نشارك النهاردة في احتفال عيد القومي، واحنا جايين نشارك في حفل باليه فرعوني. انا اسمي جنى وعندي 14 سنة، وجاي النهاردة اشارك عشان العيد القومي لمحافظة القاهرة. واضاف المشاركون على ان الاحتفال هذا العام سيشهد افتتاح عدد من المشروعات الخدمية والتي تصب في خدمة المواطنين، حيث تم تدشين 10 اتوبيسات تعمل بالغاز الطبيعي، ودخول 5 مدارس جديدة للعمل من العام الدراسي القادم، وافتتاح عدد من المراكز التكنولوجية الجديدة بالأحياء لخدمة المواطنين. أندري راجولينا رئيس مدغشقر في زيارة خاصة لمصر، هو وقارنته وانبهار بمنطقة الأهرامات اللي بتعد من أهم الأماكن اللي كان بيرغب دائما في زيارتها. أعرب كذلك عن انبهاره بطريقة بناء الهرم الأكبر وما به من إعجاز هندسي وطريقة نحت تمثال أبو الهول وضخمته. دي تصريحات جاءت لرئيس مدغشقر في هذه الزيارة هو وقارنته والوفد المرافق له في منطقة أثار الأهرامات اليوم الأربعاء، وكان في استقبالهم أشرف محي الدين مدير عام أثار الهرم. قال إميل أيوب الأثري المرافق لرئيس مدغشقر في تصريح إن الزيارة بدأت بجولة مدخل الهرم الأكبر والممر الأول به، ثم منطقة البانوراما الأثرية، وتم التقاط الصور التذكارية، ثم تمثال أبو الهول. وأشار كذلك إلى أن الرئيس وقارنته استمتعا لشرح مفصل عن تاريخ المنطقة الأثرية وأشاد بالحضارة المصرية القديمة وعرقتها. منافسات بطولة كأس الأمم الإفريقية وآخر النتائج الخاصة بها، تغلب منتخب السنغال لكرة القدم على نظيره البنيني بهدف نظيف في المباراة اللي جمعت بينهما مساء اليوم الأربعاء باستاد الدفاع الجوي ضمن منافسات دور ربع نهائي لكأس الأمم الإفريقية مصر 2019
يحجز أبناء المدرب أليو سيسي مكانا في نصف نهائي البطولة. نجح المنتخب السنغالي في تسجيل هدف التقدم في الدقيقة 69 عن طريق إدريسا جاي لاعب خط وسط إيفرتون الإنجليزي بعد تلقي تمريرة حاسمة من زميله ماني. وحاول ماني ورفقه تعزيز التفوق بهدف ثاني إلا أنهم لم يستطيعوا لتنتهي المباراة بفوز السنغال بهدف واحد. بهذا الانتصار سيواجه منتخب السنغال الفائز في لقاء تونس ومدغشقر بنصف النهائي الأول لنهائيات كأس الأمم الإفريقية واللي يقام في 6 من مساء الأحد القادم بستاد الدفاع الجوية. دي كانت مجموعة أخبارنا النهاردة في من القاهرة. حوارنا المفصل يبدأ معكم بعد قليل، نتحدث فيه عن الاقتصاد المصري وترشيحه ضمن 7 الأكبر عالمي. مؤشرات وأرقام نحللها مع ضيفي الكريم دكتور كريم العمدة الخبير الاقتصادي بعد الأخبار.